السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أحبائي المشتركين من الوطن العربي الكبير، هذه تحياتي محمد أبو المجد من قناة عشاق الخط العربي على اليوتيوب. تعالوا النهاردة كده يا شباب هنكتب بخط الثلث، أو هيميل شوية لخط المحقق أو المحقق. فتعالوا، أنا عايزك في البداية تكتب معايا، ولكن في البداية تركز مع حركة سير القلم، وبعد كده تكتب معايا وتمشي معايا خطوة بخطوة. الآية القرآنية اللي هنكتبها النهاردة هو العنوان اكتب بدون خبرة. يعني اكتب بدون خبرة، انا عايزك بس تركز مع حركة سير القلم وتمسك قلم ورقة. بالقلم هتكتب معايا، ركز الاول مع حركة سير القلم وبعد كده ابدأ اكتب.
بكده تكون انتهت حلقتنا. اتمنى اي حد شاهد الحلقه للنهايه انه يشترك في القناه ويفعل زر الجرس عشان توصلوا فيديوهاتنا اللي يقدر من خلالها يحسن خطه معانا بسهوله. اترككم في رعايه الله وامني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان معكم محمد ابو المجد من قناه عشاق الخط العربي على اليوتيوب. مع السلامه.